ايش اسمك يا بطل؟ حنين. حنين ايش؟ لدعة. من وين جاية حنين؟ من غزة. وين ساكنة؟ بالتفاح. وين ساكنة هلا انت؟ وين موجودة؟ ها بالخيمة اللي جنب هذا المخيم. كيف الحياة في الخيمة يا حنين؟ مش منيحة. لما نحط الجلي على الرمل بتملى رمل، لما ناكل بقرش بتملى رمل. يلا صرنا 4 شهور بناكل رمل صح؟ ايش كمان في الخيمة بغلب؟ كل مرة بتدلف علينا لما تشتى وهذا، ومعناش مصاري نعمر. يعني مية المطر بتدخل عليكم؟ وحتى لما ننام احنا ماما كل حرمتها مية. انا بنام مضيقة. كم واحد انتو في الخيمة؟ 7. 7؟ الخيمة صغيرة. صغيرة. يا الله دياء، يعني حتى الواحد ما بيعرف ينام منيح. بتعرفيش تنامي منيح بتقولي؟ بعرفش انام. الحرمات من نام سقعانين، فيش حرمات، واواعي ما فيش حتى. ما في اواعي بالشتاء؟ لا ما فيش اواعي، طلعنا احنا باواعي صيفة. ايش كمان ما في موجود في الخيمة؟ ولا ايش. الخيمة ما فيها اشي؟ شو بتتمني تكون؟ بتمنى اروح غزة عشان نشوف قرايبنا هناك. مين من قرايبك نفسك تشوفيهم؟ دار سيدة. طب ايش رأيك تقولي رسالة لدار سيدك يمكن يشوفوك؟ احكي معهم كأنهم شايفينك، بلكي يشوفوك ان شاء الله. كيف حالك يا سيدة؟ اشتقنا لك، بدنا نشوفك ونروح عندك نرجع على غزة. مين كمان بدك تحكي معه؟ مع ستي وخوالي وخالاتي. كيف حالكم يا اخوالي؟ اشتقنا لكم، بدنا نشوفكم. ايش بدك تحكي لهم عن حالكم؟ هي احنا تبهدلنا من المطر والشتاء، بعدين طحين ما فيش، ومننام على الرمل، فيش تحتينا شيء، ما بنحط بطانيات ومننام. شكرا لك يا حبيبتي. ايش بدك كمان كلمه؟ ده كل الدول انا هل تفضل.